بسم الله الرحمن الرحيم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله ورعاه سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه اصحاب السمو والمعالي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على بركه الله وتوفيقه تبدا جلسه مجلس الوزراء للميزانيه العامه للدوله للعام المالي الف واربعمائه واربعه واربعين الف واربعمائه وخمسه واربعين للهجره الفين وثلاثه وعشرين للميلاد وخير بدايه لهذه الجلسه ايات بينات يتلوها الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن نوح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما سيدي خادم الحرمين الشريفين تتفضلون ايدكم أي الله بكلمتكم الافتتاحيه بهذه المناسبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بعون الله وتوفيقه نعلن عن الميزانية العامة للدولة العام القادم إلى الله عز وجل يعني يقيم على وطن نعمة الأمن والرخاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا واستكمل مجلس الوزراء جلسته برئاسه ولي العهد الامير محمد بن سلمان مقدما شكره لخادم الحرمين الشريفين على اعلان الميزانيه العامه للدوله للعام المالي 2023 للميلاد ثم استعرض المجلس بنود الميزانيه متضمنا الاتي: تقدير الايرادات بمبلغ 1130 مليار ريال، فيما اعتمدت المصروفات بمبلغ 1114 مليار ريال، وقدر الفائض ب 16 مليار ريال. هذا ووجه ولي العهد الوزراء والمسؤولين كلا فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانيه من برامج ومشاريع تنمويه واجتماعيه.